عايزني مش عايزني اكمل ولا تفرق معايا. خلاص ممكن بقى كل واحد مش عايز صوت. طبعا مين تم اول ثلاث اسئله نظري. السؤال الاولاني كان بيقول لك ايه الادفانتج بتاعت الاوبتيكال فايبر. خلاص طبعا شباب خلي بالكم امتحان مين تم ما بيبقاش كله مسائل. بيبقى فيه نظري وفيه مسائل. خلاص طبعا كان السؤال الاولاني كان ايه الادفانتج بتاعت الاوبتيكال فايبر. طبعا احنا شرحنا الكلام ده في اول سيكشن. خلاص اللي هو السكيورتي وان هو اميون تو نويز وان هو هاي داتا ريت الكلام ده كله. السؤال الثاني كان سكتش اند اكسبلين ذا كوادريتشر امبليتيود موديليشن اللي هو الكوام. في هو المشكله مش مكتوب عليه تقريبا. طيب السؤال رقم اثنين يا شباب كان بيقول لك اكسبلين سكتش اند اكسبلين مين كوادريتشر امبليتيود موديليشن اللي هو ايه؟ اللي هو الكوام. طبعا احنا شرحنا الكوام ده المره اللي فاتت. عرفنا ان فكره الكوام ايه؟ ان انا ببعت تو سيجنال دبل سايد باند سبيس دي كاريا خلاص من على نفس مين؟ على نفس الكاريير. فلو السيجنال البند بتاعها 2 بي والسيجنال الثانيه البند بتاعها 2 بي فلما يتبعتوا على نفس البند كانه وهميا كل واحده واخده بند كام؟ بي. فترسم له السكتش ترسم له بلوك دايجرام بتاع مين؟ بتاع الترانسميتر والريسيفر اللي هو ازاي جمعت تو سيجنال وازاي فصلتهم الثانيه عند ايه؟ عند الريسيفر. خلاص طبعا كلمه اكسبلين دي اللي المقصود بها ايه؟ انك تمشي مع الويف تمشي مع مين؟ تمشي مع الكويشن يعني. ها دي مشكله شايف الكلام ده. طبعا الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. طيب السؤال الأخير بقى بيقول لك فوز ده يا جماعة شو؟ الانبوت سيجنال 5 كوساين الفا باي تي هدي اللي هي الاكس اوف تي.
طيب عايز ترسم شكل السبيكتر عند اكس 1. طيب اكس 1 يا شباب هيبقى عباره عن ايه؟ عايز ارسم اكس اوف اوميجا او اكس اوف اف، مش هتفرق. ايه شكل اكس اوف اف يا شباب؟ دي 5 كوزاين الف باي تي، احنا عارفين كوزاين الف باي تي بتتفك ايه؟ نص تو امبلس، لو انا هشتغل بالاف. خلاص؟ طيب امبلس يمين عند الفريكونسي بتاع الكوزاين وامبلس شمال عند الفريكونسي بتاع ايه؟ كوزاين. طب ايه الفريكونسي بتاع الكوزاين؟ 500. يبقى هي عباره عن 5 على 2 امبلس عند 500 هرتز وامبلس ثانيه عند نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 500، برضه كانت بتطلع 5 على 2. اللي هي كاني مسكت الاكس اوف تي دي ورحت جبت اكس اوف اف، اكس اوف اف بتساوي ايه؟ نص، يبقى كانها 5 على 2. الكوزاين دي تتفك ايه؟ دلتا اوف اف ماينس الفريكونسي بتاع الكوزاين اللي هو كام؟ 500 زائد دلتا اوف اف بلس كام؟ 500. ها؟ في مشكلة لحد هنا؟ طيب دي اللي هي بوينت اكس 1. عايز تشتغل بالاوميجا تشتغل بالاوميجا، بس لو الاوميجا بتاعتي هتبقى كام؟ 1000 باي. طيب الاكس اوف تي دي هيحصل لها ايه؟ باخد الاكس اوف تي هروح اضربها في 4 كوزاين 21 او 210000 باي تي. طيب عايزين برضه نرسم السبيكتر بتاعنا، ده يمثل مين يا شباب؟ ده يمثل الكارير. ماشي. طب الكارير ده لما اروح اجيب له فريكونس الفاير ترانسفورم بتاعه فالاكس سي اوف تي هيساوي ايه؟ او سوري اكس سي اوف اف. فريكونس مين بتاع ده بيساوي ايه يا شباب؟ كوزاين 21000 باي تي دي بتتفك نص في 4 بابا يبقى كام؟ 2 دلتا اوف اف ماينس كام؟ دي 200 ودي 210000 باي تي تتقسم على 200 على 2 باي يبقى 105000 زائد دلتا اوف اف بلس كام؟ 105000. يبقى لو انا حبيت ارسمها شايف الفريكونس دومين هيبقى ايه شكلها؟ اكس سي اوف اف عباره عن ايه؟ نفس الكلام هنجيب في الاخر الكوزاين هتبقى عباره عن تو امبلس، واحده عند فين؟ واحده عند فريكونس 105000 واحده عند نيجاتيف 105000. امبليتيودها كام؟ 2. خلاص؟ الكلام ده هيدخل ايه؟ اذا كده عملت ايه؟ انا كده كاني عملت دبل سايد بانس ويز كارير، ولا لما اخد الانبوت سيجنال اضربها في الكارير يطلع لك مين؟ يطلع لك اكس 3. اكس 3 دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن حصل ضرب الانبوت سيجنال في الكارير. طيب يبقى الاكس 3 يا شباب بتساوي ايه؟ 5 في 4 كام يا شباب؟ 5 في 4 ب 20. كوزاين 1000 باي تي في عشان اوضح الانبوت سيجنال في الكارير ده الامبليتيود بتاعه 5 ده الامبليتيود بتاعه 4، 5 في 4 بكام؟ 20. كوزاين 1000 باي تي في كام؟ كوزاين 21000 باي تي او 210000 باي تي. طيب يبقى ايه شكل السبيكتر بتاع البوينت اكس 3 بقى يا شباب؟ مش احنا قلنا يا شباب لو انا اخدت سيجنال عملت لها موديليشن يبقى السبيكتروم بتاع الموديليشن عباره عن ايه؟ ها؟ مش قلنا بيبقى عباره عن نفس السبيكتروم بتاع الفانكشن الاصليه متشفت يمين وشمال؟ يبقى لما اجي اشوف البوينت اكس 3 بوينت اكس 3 هيبقى الفريكونس بتاعها عباره عن ايه؟ نفس السبيكتروم بتاع الاكس اوف تي اللي هو الاكس اوف اف بس مره شفته باف سي ومره طاح منه ايه؟ اف سي. طيب يبقى الفريكونس ده لما اعمل له موديليشن ب 105000 اف سي يبقى كان السبيكتر ده هيحصل له ايه؟ هترجع ترسمه تاني بس تجمع على كل فريكونسي كام؟ 105000. طيب 105000 لما اجمعها على 500 يبقى تبقى موجوده عند نوع بوينت كام؟ 105 و500 ودي 104 كام؟ يبقى فين السنتر بقى يا شباب؟ السنتر عند 105 كام؟ السنتر عند بوينت 105000. الاف سي بكام؟ 105. 105000
يا ابني انا خدت اكس 1 فقطعها في الكارير. الانبوت سيجنال بتضيف في الكارير يطلع الاوتبوت. جه لي بوينت اكس 3، انا عايز اشوف ايه بقى البوينت اكس 3 ده في الفريكونس دومين. فقلنا خلاص مش انا عملت موديليشن، يبقى هو عباره عن نفس السبيكترم بتاع الانبوت سيجنال. مش احنا قلنا موديليشن بيرسم بيبقى نفس السبيكترم بس شفته يمين عند اف سي واطح منه اف سي. فانا خدت السبيكترم بتاع الاكس اف جمعت عليه كام؟ جمعت عليه اف سي وبعدين طرحت منه كام؟ بعد كده هطلع منه اف سي. لما اطلع من الكلام ده اف سي هيبقى هو هو بس عند ناحيه مين؟ نيجاتيف 104500 ونيجاتيف 105000 وايه؟ 500. يعني السنتر عند كام؟ عند ايه؟ نيجاتيف اف سي. ده شكل فريكونس دومين شويه. طيب بيقول لك الكلام ده دخلته على كام؟ على ايديال هاي باس فلتر. هاي باس فلتر يعني ايه؟ يعني فلتر بيعدي من الكت لحد ايه؟ لحد ما لا نهايه. هو قال لك اسيوم ان انا عندي فلتر، الفلتر ده بيعدي ايه؟ بيعدي من اول 10 باور كام؟ 5. طيب 10 باور 5 يعني ايه؟ 100,000. 100,000 دي يعني نرسمها فين؟ بعد ال 104 ولا قبل 105 ولا يعني هنا ولا هنا ولا هنا ولا فين؟ قبل 104 مش هي 100,000؟ مش 10 باور 5 اللي هي 100,000؟ طيب يعني انا الفلتر بتاعي بيبدا من نقطه كام؟ 100,000. تمام؟ يبقى انا حاجه من عند نقطه 100,000 وابدا اقسم الفلتر. ده هاي باس ولا لو باس؟ هاي باس يعني تبدا من الفريكونسي وتروح لمين؟ للمعنى النهائي. ادي الهاي باس فلتر. طب ما كده كده انا برسم المايه بتاعته فين؟ مش احنا قلنا اي فلتر بسمه في البوزيتيف لكن بروح ارسم المايه بتاعته فين؟ في النيجاتيف. طيب يبقى بوينت اكس 4 يا شباب ايه هي؟ ايه اللي هيطلع في اكس 4؟ نفس هي ايه؟ ما الهاي باس فلتر هيعدي التو كومبوننت دول. طب خلاص يبقى كان الفلتر ده ليه لازمه؟ يبقى اكس 3 هي نفسها اكس ايه؟ 4. ما الهاي باس فلتر عدى كل الكومبوننت. امتى بقى يبقى الموضوع مختلف؟ لو كان الهاي باس فلتر ده الكات اوف فريكونسي بتاعه عند 100 وكام؟ 105 مش 100,000. يبقى كان ساعتها هيعمل ايه؟ هيعدي الابر سايد ويريجكت مين؟ اللور سايد. بس هنا الكات اوف فريكونسي اقل من اللور كمان. يبقى هيعدي الاثنين، هيعدي اللور هيعدي مين؟ الابر. يبقى كان الفلتر عمل حاجه؟ يبقى الفانكشن دي اكس 3 هي نفسها الفانكشن مين؟ اكس 4. تمام يا شباب؟ في مشكلة في الفريكونس دومين؟ طيب هو بيقول لك إيه؟ أنا عايزك كمان بالإضافة إنك ترسم لي إكس 1 وإكس 2 وإكس 3 وإكس 4 في الفريكونس دومين، عايزك ترسم لي الإكس 3 في التايم دومين. طيب عشان يا شباب أرسم الإكس 3 في التايم دومين، تعال نشوف. هي الإكس أوف تي عبارة عن إيه؟ الإكس أوف تي عبارة عن 5 كوزاين 1000 باي تي. يبقى لما تيجي ترسم الاكس تي يا شباب حاسب ايه؟ حاسب كوزاين 1000 باي تي. الامبليتيود بتاعها كام؟ 5. طيب الكلام ده يا شباب هتضيف في مين؟ مش الكلام ده هتضيف في الكاير؟ الكاير عباره عن ايه؟ لو احنا قسمنا شاب الكاري، الكاري عباره عن كوزاين بس الامبليتيود بتاعها كام؟ 4. طيب المفروض يا شباب ايه اللي بيحصل؟ ها؟ مش المفروض الانبوت سيجنال دي هتضيف في الكاري تطلع مين؟ تطلع الدبل سايد باند سبيس ديكاير. عباره عن ايه دبل سايد باند سبيس ديكاير؟ اللي هو نفس الكاير بس بقى الامبليتيود بتاعه هيبقى ثابت، هيبقى الامبليتيود ده واخد شكل مين؟ واخد شكل السيجنال. طيب بنرسم ازاي يا شباب؟ بتروح ترسم نفس السيجنال بتاعتك، نفس الشكل بتاعها هو هو. ايه شكل السيجنال بتاعتي؟ 5 ونيجاتيف 5. ثواني، هو انت دلوقتي السيجنال دي مش هتضيف في الكاريير؟ هل الامبليتيود بتاع الكاريير واحد؟
يبقى ما ينفعش تقول لي ان تروح ترسم فانكشن اصليه تقول لي هي ما بين 5 وماينس 5. المفروض الكلام ده هيتضرب في كام؟ في 4. اعتبر كان الاربعه دي كانت مضروبه اساسا في الخمسه. يعني اعتبر كان الكارير امبلتيودو كام؟ امبلتيودو 1. وكان كانت السيجنال مش 5 كانت 5 بكام؟ في 4. يبقى السيجنال الاصليه ما مش ما بقتش بقى 5 وخمسة 5. دي كانها ما بين كام وكام؟ 20 وماينس 20. فتروح ترسم السيجنال الاصليه بتاعها. ما بين كام وكام؟ 20 وماينس 20. طب انا رسمت الكوزاين. خلي بالكم من حاجه يا شباب، في المساله بتاعت الصبح كنا ضابط سايد باين سواء ازدكايه ولا ويس كارير؟ كنا ويس كارير. فلما جيت رسمت السيجنال الاصليه، السيجنال الاصليه بعد ما فقطعت الدي سي بقت كلها فين؟ في البوزيتيف. فرسمت السيجنال الاصليه كلها في البوزيتيف ورسمت النيجاتيف بتاعها. هنا السيجنال في البوزيتيف والايه؟ والنيجاتيف، يعني مش موجوده كلها في البوزيتيف زي المساله اللي فاتت. هي دي شبه المساله اللي فاتت، بس كل فعل المساله هنا مالها؟ مش ويز كاري، مش بجمع الكلام ده على دي سي، دي مالها؟ سبيسد كاري. فانا برسم السيجنال عادي خالص بوزيتيف ونيجاتيف، وبعد كده ارسم مين؟ العكس بتاعها. البوزيتيف لما ارسم العكس بتاعه هيبقى مين؟ في النيجاتيف. رسمت السيجنال الاصليه، هل انا ببعت سيجنال اصليه ولا ببعت الكارير؟ ببعت الكارير اللي هو هاي ايه؟ هاي فريكونسي، بس ببعته واحد الامبلتيود بتاعه ما بيبقاش ثابت، الامبلتيود بتاعه واخد شكل مين؟ مش الاوتبوت سيجنال شايف عباره عن الكارير، بس كل اللي فعلا الامبلتيود بتاعه واخد شكل مين؟ واخد شكل السيجنال. طب اجي بقى في النص وابدا ارسم مين بقى يا شباب؟ طبعا خلي بالكم من حاجه يا شباب، هنا بيجي يحصل ايه؟ في الشيفت لما الباتس بتاعتك تنزل من البوزيتيف للنيجاتيف، لما تتحول من البوزيتيف للنيجاتيف بيحصل ايه في الكارير؟ بيتعكس. فلما تيجي هنا المفروض انا ايه؟ اكمل البوزيتيف، مش انا المفروض دلوقتي برسم الكارير جيت هنا المفروض عند النقطه دي اكمل ازاي؟ مش هكمل فوق، رحت عامل ايه؟ مكمل العكس. ايه اللي يخليني كنت ماشي كده؟ ايه اللي يخليني ما مشيتش كده؟ ايه اللي يخليني نزلت من تحت ورجعت تاني لفوق؟ عشان عند النقطة دي البالس بتاعتي أو السيجنال الأصلية كانت بالبوستف، جت عند النقطة دي نزلت لمين؟ فأنت المفروض تكمل في البوستف. بس عشان الفانكشن نزلت النيجاتيف ترسمها إيه؟ معكوسة، اللي هو في فيز شيفت هنا اللي إحنا شرحناها قبل كده. السكشن اللي فات. وهنا بيحصل إيه برضه يا شباب؟ يعني نقطة التغير السيجنال من البوزيتيف للنيجاتيف تعمل عند النقطه دي فيز ايه؟ فيز شيفت. هل شباب فيها مشكله في السؤال ده؟ في حد عنده سؤال؟
ثلاثه، عايزه ترسم شكل السيجنال في التايم دومين. معنى كلمه ويف فورم يعني عايز شكل السيجنال في التايم دومين. فهو بيقول لك البوينت اكس 3 دي ده شكل الفريكوانس دومين اللي احنا رسمينه ده الاكس 3. ايه بقى شكله في التايم دومين؟ اللي هو ده. كوزاين اوميجا سي تي بلس ايه؟ بلس سيتا. بيقول لك انا دبل سايد باند سبيس كارير، انا عملت دبل سايد باند سبيس كارير، انا ضغطت الايمبو سيجنال في الكارير. يبقى الاول بتاع اللي هو ايه؟ اكس اوف تي كوزاين اوميجا سي تي. خلاص؟ وخدت الكلام ده بعته للريسيفر. بيقول له بقى هل ينفع اثبت يعني شو ذات اثبت يعني بالقوانين ان السيجنال دي ليه ايه؟ دبل سايد باند سبيس كارير. اقدر اعمل لها دي موديليشن بالكلام ده. اللي هو نفس مين؟ بنفس الكارير. خلاص وهيطلع الاول هو فين هيطلع دي موديليشن بس في هنا مشكله شويه هنحلها كمان شويه طبعا ده يعتبر ايه نوع الديتكشن اللي انا بستخدمه هنا كوهيرنت ديتكشن طبعا احنا قلنا في مشكله فين وكان ده هي مشكله مين سينكرونايزيشن صح مش احنا قلنا ان في مشكله ما بين لو انا جيت عملت دي موديليشن قلنا في الدبل سايد باند سبيس ديكاي لازم دي موديليشن مش غير طياره واحده ايه هي الطياره بتاعته كوهيرنت لكن الاي ام اللي هو دبل سايد باند ويز كارير اثنين كوهيرنت ونون كوهيرنت بقى اللي هو سواء اكتفاير او ايه؟ او انفلوب طبعا قلنا ان دي ميزه كبيره قوي ان انا اقدر اعمل انفلوب عن او اقدر اعمل نون كوهيرنت عن كوهيرنت لان هنا كوهيرنت فيه مشاكل ايه العيوب بتاعته؟ سينكرونايزيشن
بالاضافه للهاردوير. طب ازاي مشكله السنجولاريتي هنا صعبه؟ تعال نشوف يا شباب. تعال نسمي النقطه دي نقطه زد اوف تي. فايه يا شباب نقطه زد اوف تي؟ عباره عن ايه زد اوف تي؟ هي نقطه زد اوف تي عباره عن حصل ضرب الانبوت سيجنال اللي هي دبل سايد بس بس كاير في مين؟ في الكاير. طيب نقطه زد اوف تي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكس اوف تي ها كوزاين اوميجا سي تي بلس ايه؟ سي. الكلام ده هيتضرب في ايه يا شباب؟ هيتضرب في الكارير اللي انا بولده عنده الريسيفر اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ايه؟ كوزاين اوميجا سي تي بلس ايه؟ بلس سي. طيب يعني دي كانها هتبقى عباره عن اكس اوف تي او ايه اكس اوف تي ها كوزاين سكوير اوميجا سي تي بلس ايه يا شباب؟ بسيط مش كوزاين في كوزاين يبقى كوزاين ايه؟ كوزاين سكوير. طب ماشي وبعدين؟ طب هي كوزاين سكوير يا شباب احنا عارفين بتتفك ايه؟ نص زائد نص كوزاين ضعف الزاويه. طيب يعني معنى كده ان الكوزاين دي هفكها ايه؟ نص زائد نص ها كوزاين افتح قوس 2 اوميجا سي تي بلس 2 سي. معايا ولا في مشكله؟ طيب يبقى كان الزد في تي يا شباب تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ ايه نص او اللي هي ايه على 2 اكس اوف تي زائد ايه يا شباب؟ زائد ايه على 2 اكس اوف تي كوزاين 2 اوميجا سي تي بلس 2 سي. في اي مشاكل شباب لحد هنا؟ طيب طب معلش يا شباب بس عايز اغير تغيير كده. هي المساله دي جت في امتحانين قبل كده خلاص؟ الامتحان ده وفي امتحان قبل كده. الفرق بينهم بس كان في حاجه بسيطه ان هنا ما كانش فيه ايه؟ سيتا. تعالى نحل دي الاول خلاص وبعد كده نرجع المساله دي نفس المساله تاني. يعني دي في امتحان ودي في امتحان. يعني نفس المساله دي من النص جت في امتحان خلاص بس كان من غير ايه؟ سي. لا لازم نحل دي الاول. هي هو نفس السؤال يا شباب. مفيش اختلاف، الاختلاف كله في ما بين الامتحانين. ان في الامتحان الاولاني كان هنا مفيش سيتا. مفيش اختلاف في السؤال ولا حاجه. تعالى بس في البلوك ده السيتا اللي هنا ايه؟ مش طب. نفس المطاليب بنفس كل حاجه، بنفس صيغه السؤال. خلاص السؤال ده جه مرتين بنفس كل حاجه مفيش اختلاف، اختلاف كله حاجه بسيطه جدا. مره كان من هنا مفيش ايه؟ سيتا. ومره زودنا تعالى احلها لو من غير سيتا. لا كده كوهيرنت. ماشي مفيش سنكرونايزيشن. يعني كده ده واخد فيه شيفت زياده عندك. طيب ما هي دي بقى مشكله السنكرونايزيشن. ما هي احنا قلنا ايه؟ هو المفروض ده نفس الفريكونس. صح ولا لا؟ يبقى الكارير هنا هو نفس الكارير هنا. الاختلاف كله فين؟ ان ده بيبدا نقطه البدايه بتاعت ده غير نقطه البدايه بتاعت ده، صح؟ هو ده الاختلاف؟ طيب لكن ده يعتبر ايه؟ ما تقوليش ده مش كوهيرنت، ده كوهيرنت، مش انا استخدمت نفس الكارير؟ يبقى انا استخدمت نفس الكارير، المشكله في ايه؟ ان في فيز شيفت هنا مش موجود هنا. يعني ده واخد فيز شيفت زيتا، ده مش موجود. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. يعني لو حصل ان ما فيش سنكرونايزيشن ما بين ده وما بين ده، ده هيسبب ايه في الاوتبوت؟ وبعد كده هنعيد نفس الخطوات هي هي بس كل حاجه هزود هنا ايه؟ سيتا. طيب يبقى انا شايف ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام هو هو، برضه عايز احسب الاوتبوت ايه هو. طيب فهنبدا الاول بنقطه زد اوف تي، نقطه زد اوف تي عباره عن ايه؟ هي عباره عن حاصل دبل. معادله الدبل سايد بانس اوف اس ديكايا اللي هي عباره عن اكس اوف تي كوزاين اوميجا سي تي بلس ايه؟ بلس سيتا. موضوع فينا يا شباب؟ في ايه كوزاين اوميجا سي تي؟ من غير مين؟ سيتا. طيب يبقى طبعا هنا بقى ما ينفعش اعملها كوزاين سكوير. يبقى كان يا شباب حاصل الضرب ده عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ايه؟ اكس اوف تي. ايه بقى يا شباب؟ كوزاين اوميجا سي تي بلس سيتا موضوع في مين؟ كوزاين اوميجا سي تي. معايا ولا في مشكله؟ طيب كوزاين اوميجا سي تي بلس سيتا في كوزاين اوميجا سي تي، هل الاثنين زي بعض؟
ينفعش اقول كوساين سكوير. طب ماشي، طب انا عندي كوساين في كوساين بتتفك ايه؟ نص كوساين فاي زائد كوساين مجموع، يبقى كأن الكلام ده هيساوي ايه؟ اكس اوف تي على 2. افتح قوس بقى. الفرق ما بينهم اللي هو ايه يا شباب؟ الفرق ما بينهم اللي هو هيطلع كوساين سي، ما هو اوميجا سي تي ماينس اوميجا سي تي دي كي كوساين سي تي. طيب زائد ايه بقى يا شباب؟ كوساين مجموع اللي هو بالظبط هيبقى كوساين 2 اوميجا سي تي بلس ايه يا شباب؟ بلس سي. طيب يعني كانه نقطه زد اوف تي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ايه؟ اكس اوف تي على 2 كوساين سي زائد ايه اكس اوف تي على 2 كوساين ايه؟ 2 اوميجا سي تي بلس سي. بص معايا ولا في مشكله؟ طيب المفروض الكلام ده هيعدي على اللوبس فلتر. طب احنا عايزين نشوف ايه شكل السبيكترم بتاع الزد اوف تي عشان اعرف ايه اللي هيعديه اللوبس فلتر وايه اللي مش هيعديه. اكس اوف تي كوزاين 2 اوميجا سي تي، مش ده كاني عامل ايه يا شباب؟ ها؟ مش ده كاني عامل موديليشن للاكس اوف تي بس مش كوزاين اوميجا سي تي بكوزاين ايه؟ 2 اوميجا سي تي. طيب يعني لو حبيت ارسم السبيكتر بتاعت المعادله دي هيبقى كانه عباره عن ايه؟ مش كانه عباره عن نفس السبيكتر بتاع الاكس اوف تي، ماله؟ متشفت يمين ومتشفت شمال، طب متشفت يمين وشمال عند اوميجا سي؟ عند 2 اوميجا سي. طيب يبقى كأن انا هاسيوم يعني كان السبيكتر عباره عن ايه؟ كان ده السبيكتر بتاع الاكس اوف تي. يبقى كان السبيكتر بتاع الاكس اوف تي مره هيتشفت عند 2 اوميجا سي ومره هيتشفت عند ماينس 2 اوميجا سي. طيب ايه اكس اوف تي؟ الايه ده كونست. طيب كوزاين سيتا، السيتا دي المفروض ايه؟ كونست، اصل ده ايه؟ في الشيفت، المفروض في الشيفت دي حاجه ثابته. خلاص؟ طيب كوزاين كونستنت يديك ايه؟ دي كونستنت. يبقى الكوزاين دي المفروض ايه؟ كونستنت، يعني رقم مضروب في الايه؟ زيه زي مين؟ يبقى كان ايه الفانكشن الوحيده في التم ده؟ اكس اوف تي، لان ده كونستنت وده كونستنت، احنا عارفين لما بجيب فوق الترانسفورم بتاع اي كونستنت بينزل زي ما هو. طيب اكس اوف تي ايه فوق الترانسفورم بتاعها؟ اكس اوف اف اللي هو ده؟ متشفت ولا حاجه؟ يبقى هو. طيب يبقى المفروض لما الكلام ده يعدي على اللو باس فلتر، اللو باس فلتر بيعدي ايه؟ بيعدي كل اللو فريكونسي من اول الزيرو لحد ايه؟ لحد الكات اوف فريكونسي. احنا عارفين الفريكونسي. اللو باس فلتر بيعدي كل الترددات من اول فريكونسي زيرو لحد الكات اوف فريكونسي. طيب وطبعا برسم مين؟ برسم ايه؟ الباقي بتاعته في النيجاتيف، نعم. مش مشكلة، هو بيقول له بس فلتر. اللو باس فلتر يعني بيعدي ايه؟ بيعدي اللو فيكونس. يعني من زيرو لحد الكات اوف فيكونس. أنا بعتبر دي إنها موجودة في فيكونسي عالي، أصل الأوميجا سي بيبقى تردد عالي أوي. فلما تضربه في 2 يبقى تردد أكبر. فلما يقول لك لو باس فلتر يعني كأنه بمعنى صح مجازا يعني قصده إن هو دي. مش لازم يقولها لك صراحة. لأن أنت أساسا هتقول لي بقى بالمرة طب ما أنا ما أعرفش البند بتاع السجن. أوكي؟ طيب لما الكلام ده شاب يعدي على لو باس فلتر ايه اللي هيعدي من لو باس فلتر؟ يبقى ده التيرم اللي هيعدي من لو باس فلتر والتيرم ده هيحصل له ايه؟ ريجكت. يبقى ايه اللي عدى من لو باس فلتر؟ عدى الاكس اوف تي مضوف في ايه؟ على 2 كوزاين ايه؟ كوزاين سي. ايه؟ يبقى ده الاول شاب فيها مشكله؟ طيب في بقى نقطتين بقى يا شباب، هو بيقول لك ايه؟ اثبت ان الكلام ده ينفع يعمل دي موديليشن ما دام السيتا مالها؟ ما دام السيتا كونستانت. طيب لو السيتا كونستانت الفانكشن هتطلع هي بس كل الحكايه مضروبه في ايه؟ مضروبه في جين. طيب لو الكوزاين سيتا دي مش كونستانت، لو الكوزاين سيتا دي فانكشن في التايم يبقى السيتا مش ثابته، السيتا مالها؟ تتغير مع التايم. يبقى كوزاين سيتا هتديك رقم ولا هتديك ايكويشن؟ تديك ايكويشن. طيب لما انا اضرب الاكس اوف تي في كوزاين كاني بعمل لها ايه؟ موديليشن. بس موديليشن بايه؟ بسيتا.
طيب مش المفروض انا بعمل دي موديليشن صح؟ طيب لما انت تطلع السيجنال اكس اوف تي بس تبقى مضروبه في كوزاين يبقى كده هل طلعت لي السيجنال ولا طلعت لي السيجنال حصل فيها ديستورشن؟ طب الديستورشن جه منين؟ جه نتيجه ان الكارير اللي انت استخدمته عند الترانسميتر بالسنكرونس مع مين؟ مع الكارير اللي موجود عند الريسيفر. مش احنا قلنا مشكله الكوهيرنت لازم يبقى في سنكرونايزيشن؟ لو الكارير اللي عند الترانسميتر مختلف عن الكارير اللي عند الريسيفر واخد شويه في الشيفت صغيرين هيحصل ايه في السيجنال؟ ديستورشن. مش بس كده لو الثيتا بتاعتي باي على 2 يعني ما بين الكارير بتاع الترانسميتر والكارير بتاع الريسيفر في فيز شيفت ما بين التو كارير قيمته كام؟ 90. يبقى الثيتا بكام؟ مش الثيتا اللي هو الفيز شيفت الزياده عند ده. فلما ده يبقى فيز شيفت واخد فيز شيفت 90 درجه زياده عند ده يبقى الثيتا بكام؟ 90. طيب كوزاين 90 بايه؟ مفيش اوت. يعني لو ما بين الكارير بتاع الترانسميتر والكارير بتاع الريسيفر في الشيفت 90 درجه خلاص هتستقبل ايه عند الريسيفر؟ زيرو. مش هتستقبل حاجه؟ لان ايه اللي بيطلع؟ الاكس اوف تي في كوزاين سيتا. فلما السيتا ب 90 هتديك كوزاين 90 بايه؟ بزيرو. يبقى الاوتبوت بايه؟ بزيرو. يعني ما تستقبلش حاجه. في مشكله يا شباب؟ يبقى انت بتبعت وتضيع باور ترانسميشن وبتستقبل السيجنال وتقعد تعمل دي موديليشن وفي الاخر اللي انت بتسمعه في السماعه بتاعتك ما تسمعش حاجه. طب ده جه ليه يعني؟ عشان ما بين الكارير هنا والكارير هنا ما فيش ايه؟ سنكرونايزيشن. عشان كده بقى شباب الراديو لما بيجي يعملوا موديليشن بتاعه بيعملوا موديليشن ماله؟ دبل سايد باند ويز كارير عشان ما يدخلوش في مشاكل مين؟ سنكرونايزيشن. فهو بيقول لك انت كده اثبت خلاص يبقى ايه اللي هيطلع من الكارير؟ هيطلع التم ده. فطول ما الثيتا كونستانت يبقى ايه الاوتبوت بتاعك؟ اكس اوف تي. وطول ما الثيتا كونستانت بس مش بباي على 2 في اوتبوت. بس خلي بالك شايف في مشكلتين دلوقتي. الثيتا لازم تكون كونستانت دي مشكله. المشكله الثانيه انها ممكن تكون كونستانت بس بباي على 2 دي مشكله ثانيه. يعني لازم الثيتا تكون كونستانت عشان لو هي بتتغير مع التايم يبقى انا كده مش بعمل دي موديليشن، ده كاني بعمل موديليشن تاني. يبقى انا كده عملت ديستورشن لمين؟ للسيجنال. النقطة التانية ان ممكن السيتا تكون كونستانت بس قيمتها ايه؟ باي على 2. فهي كونستانت بس باي على 2، يبقى انا مش هاخد اوتبوت. يبقى لازم السيتا تكون كونستانت ولازم تكون لازم اسف ما تكونش بايه؟ باي على 2. دي مسألة الامتحان. طبعا الناس كلها مذاكرة الكلام ده. خلاص؟ يطوب بقى حب ايه؟ يغير في المسألة. راح جايب نفس المسألة هي هي وكل الفرق ان هو عمل ايه؟ وقال لك برضه اثبت لي ان الثيتا كونستانت ولو الثيتا مش بباي على 2 والكلام ده كله. طب ماشي ما هو يبقى هو مش هو هو؟ مش هو هو؟ ليه يا شباب؟ دلوقتي نقطة زد اوف تي هي عبارة عن ايه؟ كوزاين اوميجا سي تي بلس ثيتا. في كوزاين اوميجا سي تي ولا برضه في كوزاين اوميجا سي تي بلس ثيتا؟ يبقى خلي بالك شاب دي مسألة جديدة. معايا بس. يبقى كأن الترم الجديد بقى المسألة الجديدة لو جابها في الامتحان بعد كده خلى هنا في ايه يا شباب؟ خلى هنا في سيتا. طيب ما دام هنا بقى في سيتا مش دي كوزاين في كوزاين؟ طيب المفروض يديك ايه؟ المفروض يديك ايه يا شباب؟ كوزاين الفرق زائد كوزاين مين؟ ماشي نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع. ما هي هي يا شباب والله هي هي اللي هي هتطلع نص زائد نص. ماشي اسمها بس بس كوزاين الفرق كام يا شباب؟ بزيرو. مش لما اطرح ده من ده هيديك زيرو وكوزاين زيرو يبقى كان الترم ده هيطلع بايه؟ اللي هي اللي هي كانها نص زائد نص مش بقتش. طيب وهنا هتبقى 2 اوميجا سي تي بلس ايه يا شباب؟ 2 سيتا. يبقى هي نفس المسألة بس كل الفرق ان بدل ما يخلي هنا سيتا وهنا مفيش خلى الاثنين فيهم ايه؟ سيتا. فلما تروح تضرب الاثنين في بعض هيديك نص نص زائد نص كوساين ضعف مين؟ زود. طب الكلام ده لما يدخل على لوس فلتر لوس فلتر هيعدي مين؟ ايه اكس اوف تي على 2 في 1 زائد ايه
اكس اوف تي على 2 كوساين 2 اوميجا سي تي بلس ايه؟ 2 سي تي. اللوبس فيتا بيعمل ايه؟ هيجكت التيم اللي هو ده اللي هو الهاي فريكونس ويعدي بيه الاكس اوف تي. طيب هل الاكس اوف تي متصعب السيتا؟ لا. يبقى السيتا كونستانت مش كونستانت، 90 مش 90، تفرق معايا في حاجه؟ يبقى هو لما يقول لك اثبت لي الكلام ده هتقول له ايه بقى؟ هتقول له ان عمليه الدي موديليشن مالهاش دعوه بالسيتا. ليه؟ عشان في سنكونايزيشن ما بين الكلوك ده والكارير ده والكارير ده. مش في هنا سنكونايزيشن؟ هي مشكلة فين؟ لو مفيش سنكونايزيشن. طب لو في سنكونايزيشن هل في حاجة؟ نوعية خاص. يبقى انا عملت دي موديليشن وهتطلع السيجنال سليمة ومن غير أي ديستورشن. فساعتها بقى تقول له إيه؟ إن سواء السيتا كونستانت أو نوت كونستانت أو سواء حتى باي على 2 أو نوت باي على 2 نوت افكت على إيه؟ على السيجنال. لأن السيجنال اندبندنت منين؟ من السيتا. ها في مشكلة شباب فاهم ما بين الامتحانين؟ يعني هو فاهم ما بين الامتحانين كله فين؟ نفس السؤال بنفس الشكل. بس طبعا الناس واخدة ايه؟ ان في هنا ما بقاش في سيتا. فطبعا اي واحد حافظ هيقعد يقص زي ما هو عايز. طبعا هيبقى كله ايه؟ كله غلط. هنا شباب الحتة دي خلي بالكوا دكتور ابراهيم بيغير شوية في الأسئلة. في مشكلة في السؤال ده شباب؟ تبقى هي بالظبط اكس وسي. بس طبعا موضوع فيه على 2 ده كله مش هيفرق معايا. في مشاكل؟ Thank you.
دي سنجل سايد فان، متقدرش تحطوش سنجل سايد فان. خلاص سكشن كلها عادي؟ لا 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 يا مش قوي يعني. لا يا باشا لا طيب طبعا عشان نحل مسائل عليه فيلم. هي كان مسألة امتحان كده وبعد كده نكمل الشيء. خلاص؟ بقى شباب تقريبا دي معظم المسائل اللي على الجزء بتاع الايم. خلاص اللي هو الايم والايه؟ السنجل سايد باند يعني هي تقريبا خلطنا المسائل كلها اللي في الامتحانات. خلاص؟ بقية المسائل بقى وبقية الأسئلة اللي هي على الباقي. يعني هتلاقي بقى في مسائل على الراديو، في مسائل على التي في، في مسائل على الاف ام. طيب يعني احنا كده حلينا على الاي ام اللي هو دبل سايد باند، ودبل سايد باند ايه؟ ويز كاري. خلاص هو عادة بيجيب مثلا سؤال دبل سايد باند ويز كاري او ايه؟ او سبستيكا او يجيب الاثنين مع بعض. خلاص عادة السنجل سايد باند بيجيبها كايه؟ كنظر عادة بس ممكن يجيب ايه؟ اسئلة عليها. دي ان شاء الله لما ناخد السكشن المرة الجاية هبقى اجيب لكم مسألتين اللي هم بتوع السنجل سايد باند. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ المسائل بتاعت الايه؟ خلاص يبقى المرة الجاية ان شاء الله هناخد اللي هو السنجل سايد باند. اوكي؟ ونحل المسألتين بتوع الامتحان بتوعنا. طيب تعالى شباب نحل امتحان 2010 فيها مسألة وسكاي. ده فاين. خلاص المساله دي هنحلها هي برضه الى حد ما شبه المساله بتاعت الصبح. خلاص يبقى هي دي مساله الايه تقريبا هي هي حاجه بسيطه يعني فعل بسيط. خلاص وبعد كده هكمل الاف ام. خلاص هحل المساله دي وبعد كده هكمل الاف ام.
مش عايز صوت. بيقول لك ذا مودييتنج سيجنال ام اف تي عباره عن كي كوزاين الفا باي تي. ادي الام اف تي. خلاص الام اف تي يا شباب هاخد اعمل لها ايه؟ هاخد اعمل لها دبل سايد از انبوت تو ايه؟ تو ام سيستم. لو قلنا ما دام قال لك ايه ام سيستم يعني قصده ايه؟ دبل سايد باند ويز كاري. يعني كاني بمعنى اصح هاخد الام اف تي دي اضربها في مين؟ اضربها في الكاري اللي هو ايه؟ كوزاين 100000 باي تي. وبعدين اخد الخارج بتاعي اجمعه على مين؟ اجمعها على 6 كوزاين كام؟ 100000 باي تي. طيب طبعا عشان احنا عارفين ابساي اي ام اف تي هنكتب ازاي؟ ايه الايكويشن بتاعتنا؟ احنا عارفين ابساي اي ام اف تي هي عباره عن الام اف تي بعد ما اجمع عليها الدي سي فاليو اللي هو الاي سي. وبعدين باخد الكلام ده كله اضربه في مين؟ في الكاري اللي هو كوزاين اوميجا سي تي. دي الجنرال فورم بتاعت مين يا شباب؟ دي الجنرال فورم بتاعت الام. ان انا باخد الانبوت سيجنال اجمعها على اي سي اللي هو الدي سي فاليو وانا اضرب الكلام ده فين؟ في الكاري. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الفاليو في كي. طبعا شباب احنا عارفين ان في حاجه اسمها اللي هو ايه؟ موديليشن اندكس. موديليشن اندكس اللي هو لازم يكون ايه؟ مش احنا عارفين موديليشن اندكس لازم يكون اقل من او يساوي ايه؟ واحد. مش ده الكونديشن بتاع الام؟ طب الموديليشن اندكس بيساوي ايه؟ بيساوي الام بي على ايه؟ يبقى الام بي على الاي سي لازم يكون اقل من او يساوي ايه؟ واحد. طب الاي سي اجيبه منين؟ مش هو بيقول لك ان الكاري عباره عن 6 كوزاين 100000 باي تي؟ يبقى الاي سي بكام؟ 6. طب والام بي؟ الامبتيود بتاع السيجنال. فين السيجنال؟ اهي مش دي انبوت سيجنال؟ كي كوزاين 100000 باي تي يبقى ايه الانبوت بتاعي؟ كي. يبقى المفروض المفروض كي على 6 لازم يكون اقل من او يساوي ايه؟ 1. يعني المفروض كي لازم تكون اقل من او تساوي ايه؟ مسألة دي بقى امتحان 2010 هي تقريبا نفس مسألة الصبح بس في اختلافات بس ان هنا كانت كي في 2 كوزاين فكان الامبليتيود ايه؟ 2 كي وكانت هنا 4 بس هي نفس المسألة يعني برضه دي كانت مسألة امتحان ودي مسألة امتحان تاني يبقى كي لازم تكون اقل من او تساوي كام؟ 6 يبقى عشان تعرف تعمل موديليشن لازم الكي تكون اقل حاجة بكام؟ 6 بس انا جبت الكي ماكس عايز ايه بقى؟ عايزك الكلام ده تعمل له ايه؟ ترسمه طيب فروحت خدت الانبوت سيجنال